إذ أسعدت بفدائها الزهراء. أصلا ترى أن هؤلاء الأربعة لا شيء أمام الحسين. يا ريت عندي من الولد 70 مولود. الله يرحم أبو يوسف بالمرجلة كلها مثل عباس وتزود، شو تسوين بيهم سيدتي 70؟ قالت إيه، تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولا تنضام زينب والخواتين. مقام الرضا، أصلا كل من ارتبط بكربلاء كان قد بلغ مقام الرضا. أم وهب نصرانية تخاطب ولدها: بيض وجهي عند فاطمة، ما أرضى عنك، باكر أنا أريد أقدم راسك بين يدي الزهراء، ترى ابني راح فداء للحسين. هذا مو مقام صبر، مقام رضا. تمام الرضا ابتهاج بما يحدث. لذلك ما قالت أم البنين أبذل واحد وأخلي لثلاثة، ما قالت أنا أطلب إنصاف 2 للحسين و2 إلي، ما قالت أوثر الحسين 3 إلى 1 يبقى إلي، بذلتهم 4 وما ذرفت دمعة واحدة حتى نعت الحسين وسألت عن حبيبها الحسين. السجاد عليه السلام من وصل إلى مشارف المدينة التفت إلى بشر، قال له: يا بشر اسمع أصوات النساء، تسمع أصوات العيال، نياحة وبكاء وعزة. يعني هذا الغرض لما قال له اسبقنا ونع الحسين، هذا الغرض منه. يعني يا بشر احنا أصحاب مصيبة، ما نريد ندخل المدينة والناس تتفرج علينا، نريد ندخل المدينة والناس يلطمون على رؤوسهم على صدورهم ينادون حسين حسين. قال له: سيدي شنو أسوي؟ اسبقنا ونع الحسين. يقول بشر: دخلت المدينة الناس مشغولة ملتهية، صعدت على ربوة فصرت أنادي بأعلى صوتي: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب. التفتوا إليه: هذا بشر، هذا من أهل المدينة، شفيك تنادي، ما الخبر؟ قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. وين الروح؟ احنا جوار النبي، إذا نترك النبي وين الروح؟ يا أرض تقلنا. قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. إيش صار؟ قتل الحسين فأدمعي مدرار، صار الناس يلطمون على صدورهم: أحق قتل ابن بنت رسول الله؟ خبرنا كيف قتل الحسين، بأي أرض هو؟ قالهم: الجسم منه بكربلاء. ليش ساكتين؟ حق أم البنين عليكم، طول السنة تنخوها وتطلبون منها، أريد أصواتكم. ها: الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القنايات. اسمع: يدار لن صوت منها الجمع الأكبار، اجت مرة تمشي التعثار. عرفتوها لو لا؟ اتنادي انا عش هالخبر، صوتك لعند الصخر فسار. هذا الشطر عليك، ها، وش هالمصيب؟ الله وكبار. منو هذه؟ أثاري 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 المرم عباس الأزهار.
التفت بشر إلى من حوله قال بالله عليكم هذه المرأة بوعيها، هذه بالها وياي، إش فيها هذه؟ قالوا له خير. قال صار لي ساعة أصيح قتل الحسين وتقول أخبرني عن الحسين. قالوا يا بشر لا تلومها، أما عرفتها؟ لا، هذه أم البنين الأربعة، هذه أم العباس وإخوانه. قلت الله، أم البنين فاقدة أربعة وتسأل عن الحسين؟ أخاف ما داري عن أولادها، أخاف بنائها أولادها سالمين. يقول ردت أعظم لها الأجر، بس شوية شوية أخاف عليها، أخبرها الأربعة راحوا تموت من الأذى. مأجورة يقلها بجعفر وعون، اثنين راحوا تقل الكل فدى الحسين يرحو. خلي أخبرها إذن. ابنك الثالث وعبد الله غدا وياهم فرد كان، تقل الفخر ريحانة المختار. قال لا لا لا، لازم أوجع قلبها. يقل الغين ذبح عباس، اش تقولي؟ هنا ما تحملت أم البنين، انحنى ظهرها، سقط الطفل من يدها. الشاعر يقول التوت، انثنى ظهرها، التوت، لكن تقول قل بقرة العين حسين حسين. بكى ودق على راسه وصاح يا حسين، وهي يا حسين صاحت يا ذل الصار. اجت الضعينة دخلت الى ارض المدينة، جاءت ام البنين ما ان وقع نظرها على زينب. هذه زينب لو مو زينب؟ بالله عليك أأنت زينب الغاشمية؟ أماه ذاك زمان مضى وانقضى، قولي أنا زينب المسبية. مرحومة الدمعة أم البنين، أولادك الأربعة راحة ومأجورة. لا 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 يا زينب، أنا ما عندي إلا واحد، أنا عندي الحسين. إذا تريدين تعظمي لي الأجر بأولادي، أول عندي سؤال جاوبيني عليه بعدين عظمي لي الأجر. شنو سؤالك؟ تقل أنشدك على راعي المحنة، اش سوى الخواتم النخنة؟ عباس غيروا بيه ظن، أنا ربيت العباس وادريه ضرب السيف فن. زينب والله والله ان كان ما راضين عنه، انا لروح الكربلة وعاتبن. والله وعاتبن، اخاف ما تتحملها، وعاتبن وحليب الرضع تلحرمن. لا لا يا يما، اش تقولي؟ ثلاث عام من اخوة الطيبين ما قصروا وقفوا دون الحسين. عزيز الفيصلي جزاه الله خير يقول عندئذ اتجهت الى جهة كربلاء، صحيت عباس الحمد لله يا يما على نصيبي، وحلال عليك يا وليدي حليبي. للي ما بكى بعد، بعد هذه الصورة، للي ما دمعت عيونه أبكي. اجت أم البنين الدور على الضعينة، تشوف الوجوه متغيرة. تعالي زينب، تعالي عرفيني، هذه مو سكينة؟ بلى يا أم البنين هذه سكينة. صارت تنظر، هذه مو الرباب؟ بلى هذه الرباب. هذه مو حميدة؟ إيه هذه حميدة.
إلى أن نظرت إلى جميع النساء البنيات، اجت دموعها على خديها، اتقلها زينب اشوف الظعن فاقد بنيه، يا زينب وين ودت رقاي؟ يا أم البنين لا تسأليني عن رقية، ماتت على رأس أبيها دفنتها بالشام. خلصت بعد ما عندي إن شاء الله المجلس أخذ حقه، باقي بس كلمة الختام. أسألك الدعاء فيما روي عن الإمام الباقر، يقول كانت أم البنين تجلس في البقيع وقت الأصيل وقت الغروب وتنعى وتنعى، بعد ما بكت على الحسين صارت تنعى. اش تنعى؟ تقول ولا جو ولا جو، أنا أم الأربع الراح. إلى أن يوم من الأيام جاءوا إلى زينب، قالوا لها زينب الحقي على أم البنين قبل أن تموت، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. كأني بزينب عليها السلام أسرعت إلى أم البنين وضعت رأسها في حجرها. يما ما باقي لي من الدنيا غيرك، لا تركيني لوحدها. فتحت عيون أم البنين زينب، هذا آخر الفراق، هذه أيام الأخيرة، لكن عندي وصية وسمعيها مني يا زينب بحق من تحبين، بحق أخوك الحسين. شنو وصيتك يا أم البنين؟ أريد منك تساعدني بالجواب وأسألك الدعاء هالبيتين وأجرك على أم البنين إن شاء الله تاخذ حاجتك بيدك. ها تصيح قومي يا زينب وطرحيني فوق الرمايل وحطي على صدري يا بنت المرتضى نعال. الله ايش قد وفي يا أم البنين. أعيد وسمعني صوتك. قومي يا زينب واطرحيني فوق الرماء وحطي على صدري يا بنت المرتضى نعى، حصل أخوك ظلال لو ما حصل ظلال وياي. ليلي ونهار تصيح وحزني على حسن، ليلي ونهار تصيح وحزني لا يحصل بيدي يا بنت مصلي الليل، خليت صدري دون صدر الدوسه الخل، لكن شبيدي على جسم بقى من غير تغسيل، وليل ونهار تصيح وحزني على حسين ونوحي. كانت بنون اللي أدعى بهم